أيام ثقافية تحت عنوان نحن للعلم والمعرفة. عنوان فن وثقافة. شي زوان أنا عجبني بعدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا يسرى رفسي من السنة الثالثة إعدادي في مجموعة مدارس ميري. اليوم كنقدم لكم أيام ثقافية تحت عنوان نحن للعلم والمعرفة. عنوان. واليوم نفتتح هذا البرنامج بفطور جماعي نظمه السلك الابتدائي، وذلك تأكيدا على أن الفطور ضروري للأطفال خلال الصباح. كما ترون هذا نموذج من الفطور الجماعي. وشكرا. Bonjour à tous. Je m'appelle Osman. Je viens du groupe scolaire Mairie et j'étudie dans la classe la 6e année et du primaire. Remercie le personnel qui a veillé sur l'organisation de cet événement. Remercie la presse. السلام عليكم. اسم ديالي هباد حمان. أدرس في مجموعة مدارس ميري الحرة، وأشكر هذه المدرسة لأن قدمت لدى عديد من الكتب جميلة ومفيدة، وأنا أفضل هذه الكتب لأنها جديدة وأرى فيها معلومات كثيرة جدا، ومثل دليل في التطبيقات اللغة العربية والنشاط العلمي. ومؤسسة ميري جعلتنا أن نبتعد على الإنترنت ونقرأ كتب عديدة ونتعلم جمل ونصوغها ونقرأها في القسم الرابع. موضوع البيئة من أهمية ومن خطورة في نفس الآن على مستقبلنا وعلى مستقبل الأجيال اللاحقة. إن شاء الله بإذن الله غادي يكون هذا النشاط هذا كيتنوع، يعني كيتضمن ثلاثة ديال المحاور. المحور الأول غادي يكون عرض، والثاني غادي تكون واحد المسرحيه. خليه البيئه بالنيابه المحمديه. نعيمه خزري منسقه اقليميه لخليه البيئه بالنيابه المحمديه. بالنسبه لحضوري اليوم، حضوري باسم السيد النائب لمحاوله اعطاء فكره تحسيسيه للبيئه. هذا بالنسبه للجانب اللي كيخص المؤسسة الابتدائية. الجانب اللي كيمس الإعدادي والثانوي التأهيلي دائما في إطار اللي كتشتغل عليه خلية البيئة، وهو أنشطة تتعلق بالروبورتاج والصحفيون الشباب والصور الفوتوغرافية. شاركوا بها التلاميذ المؤسسة، وكنشكر مرة أخرى مؤسسة ميري على المجهودات. ترشيد الماء والنفايات. إذا اشتغلت مثلا المؤسسة المنخرطة في المدارس الإيكولوجية على هاد ثلاثة ديال كنسميهم المحاور، كترشح الشارة ديال اللواء الأخضر. في إطار الأبواب المفتوحة، مؤسسة ميري دارت لنا نشاط بيئي. تلاميذ كنا محتاجين بحال هاد الأنشطة. ما قطاي كنبقى في مجموعة مدارس ميري 3e أني أ. هاد المدرسة استفدنا منها بزاف، وفي هاد الأسبوع دارت لنا أنشطة مزيانين تعرفنا على مفهوم البيئة والمظاهر ديالها واللي شنو اللي كنستافدو من البيئة. أيام ثقافية تحت عنوان نحن للعلم والمعرفة. عنوان فن وثقافة. شي زوان أنا عجبني بعدا.